السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ أم فيزا. اليوم غنتقاسم معكم جوج تحليات، الأولى بالفريز والثانية بالشوكولاط بنفس المكونات، غير راني غنقسمها على جوج. نص غنضيفلو الشوكولاط والنص الآخر غنضيفلو الفريز. مكونات بسيطة وما فيهاش أتعب بزاف، وكتجي يعني تحلية أو ديسير بارد كيجي صراحة كتجي رائعة. نخليكم مع المقادير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي إطرو ديال الحليب وبيضة واحدة والسكر على حسب الذوق. انا درت 6 ديال المعالق كبار من السكر وجوج فاني، شويه ديال الملح وربع د المعالق كبار ديال مايزينا. اللي ما عندهاش مايزينا ممكن دير لا دي لا بودر ديال لا كريم باتيسير. غنطربها مزيان بالطراب اليدوي، من بعد غنردها على نار متوسطة. غنستمر في التحريك، ما غنحبش يعني من التحريك، وغنخلي النار متوسطة حتى نشوف تنشوف لا كريم ديالي عقدت تماما. ولين قبل ما تعقد غنزيد عليها جوج معالق صغار ديال الزبدة.
كيف كتلاحظوا ها هي عقدات وجدات، غنطفي عليها النار. من بعد غنقسمها على جوج، النصف الاول غنزيد عليه الكونفيتور اللي انا صوبته، يعني طبيعي ما فيهش مواد كيماويه، وراه كاين في القناه ديالي اللي بغات تصاوب. والنصف الاخر غنزيد عليه الشوكولاط. بعد ما يذوب الشوكولاط غنكب التحليه في الكيسان وغندخلها للثلاجه تبرد مزيان لمدة ساعة ونص أو أكثر، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي. هذه التحليه ديالي بالشوكولاط كتجي تقريبا بحال الفلون. عندي لا شويه ديال الكوك محمر. وهذه التحليه ديال الفريز غنحاول نجبد غير بشويه باش ما تكسر ليش، ويمكن لكم تذوقوهم باي حاجه بغيتوا، سواء لصوص شوكولا ولا طريفات الفواكه، يعني باي حاجه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. الكاس الثالث زوقته غير بشويه ديال لا كونفيتور ديال الفريز، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. الا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بابوني وجيم، وشكرا لكم.